أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من
من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله 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 أستغفر الله
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل.
انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف 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 يا لطيف
لطيف يا 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 لطيف يا
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا لطفا يليق بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات نتقرب إليك بكل صلاة سليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية من الكمالات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Inshallah, we'll continue with Salat al-Taziya. Allahumma salli salatin kamilatan wa sallam salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Inshallah, we'll make dua now, dua after zikr. Allahumma ameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for our Shaykh, teacher, Murshid, and Master, Sayyidina Shaykh Faisal Hamid Abdul Razak. Oh Allah, may you increase him in knowledge and wisdom. Oh Allah, may you protect him from evil. We pray that he will lead his murid on the straight path towards you. Oh Allah, we pray for the Shaykh and his family. We pray that you strengthen them in Iman, keep them in good health, and grant them long life in Islam. Oh Allah, we pray that you protect them from all evil, ease their trials, and grant them the sweetness of paradise. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O Allah, forgive us our sins and guide us on the straight path leading to paradise. O Allah, you know the needs of all of us present here. O Allah, answer our dua and take care of our needs. O Allah, subhanahu wa ta'ala, we pray for our parents that you grant them your grace and mercy as they raised us in childhood. O Allah, grant our parents long life and good health in Islam. O Allah, subhanahu wa ta'ala, forgive our parents and grant them paradise. O Allah, for our parents who have passed away and returned to you, O Allah, we beg you to forgive them. O Allah, we pray for all the memories of Shaykh Faisal throughout the world. O Allah, we pray that you ease our trials and grant us the strength to face our trials. O Allah, make it easy for us to gain true knowledge and to practice it, to be good memories and to get ever closer to you. O Allah, you know the needs of all of the memories. O Allah, we beg you to answer our dua and take care of our needs. O Allah, subhanahu wa ta'ala, we pray for all the Muslims around the world. O Allah, we pray that you strengthen us in Iman. O Allah, we pray for unity and to make us stronger as a nation. O Allah, subhanahu wa ta'ala, please comfort and relieve all Muslims who are suffering and have suffered losses. O Allah, you are the all-powerful and the almighty. O Allah, we beg you to give us victory against the unbelievers. O Allah, subhanahu wa ta'ala, we pray for the International Islamic Forum and Al-Fasl Dhikr Halaqa. May you make it easy for us to establish many messages for your sake. May you bless the Islamic Forum and Al-Fasl Dhikr Halaqa to be a beacon of light for Islam throughout the world. And may you help us to finish building the new masjid soon and make it easy for us to do so. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursani wa alhamdulillahi rabbil alameen. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة نفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة
نفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما
وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما
وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما
وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين أما بعد My dear respected brothers and sisters, my dear Murids, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. May the peace and blessings of God Almighty be with each and every one of you. And welcome once again to our special daily broadcast coming to you from the Islamic Forum of Canada. Every day our program starts at 7 p.m. Toronto time or Eastern time. We thank all of you for joining us today for our special program. And we hope you can join us every day, inshallah, if you can kindly arrange your time so you have this evening slot available to gain much blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. And do remember to tell your family members, your relatives and friends about this broadcast so they can join and inshallah they'll benefit and you would have increased blessings inshallah. If you haven't already done so, please enter your name and the city where you're from in the chat on the YouTube broadcast that we can make special dua for you. We do have simultaneous broadcasts on different platforms including Facebook, Instagram, Twitter and so on. But the main channel is the YouTube channel. That's the original broadcast on the YouTube channel. And that's the one that we are requesting you to join to enter your name and your city where you're from. So we can make special dua for you at the end of our program.
Today, Jum'ah, this special occasion, and even more blessed this day today because of it's the second Jum'ah for the sacred month of Dhul-Qa'dah, the sacred month of Dhul-Qa'dah. And in our Jum'ah today, we mention some of the important events which took place in the history of Islam, in the early days of Islam, with the Prophet ﷺ and the Sahabas. And we mention what Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran in Surah Al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubinan. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to the Prophet ﷺ this surah, and at the beginning, Inna fatahna laka fathan mubinan, verily we have granted you the greatest of victories. After the Treaty of Hudaybiyah that we talked about today, and inshallah, we'll continue to discuss some of the very important and significant lessons to be learned from the Treaty of Hudaybiyah. I hope you all had a chance to join us today for Jum'ah and to listen to the khutbah and to pray the Salah with us. As you know, every week we have the live stream broadcast for Jum'ah starting at 1:20 p.m. inshallah. So we hope you can join us. If you missed the Jum'ah today, then the video is on the same YouTube channel. Once you finish this broadcast later tonight, you can listen to the khutbah inshallah, because there are some important lessons and relevant points that we mentioned in our khutbah earlier today. I want us now to recite a special dhikr for Jum'ah, inshallah, together, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions that there is a time on Jum'ah, an hour or a period of time, when your dua is accepted. This time is called Sa'atul Istijabah, the hour of acceptance of dua. Yes, there's a time on Friday when whatever dua you make to Allah subhanahu wa ta'ala is accepted by Allah. This is the promise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, you know, you should try to make as much dua as you can on Jum'ah. And there are several opinions which are mentioned as to when that time is, such as when the imam is ascending the minbar to deliver the khutbah, to start the khutbah, or when the imam sits down in between the two parts of the khutbah, or when the imam descends the khutbah after finishing the khutbah of Jum'ah to start the salah, and after the first salah of Jum'ah. Many opinions are mentioned about the time, but the strongest opinion among the scholars, it is the last part of the day of Friday, from Asir to Maghrib, that last part of the time, now when dua is accepted. So let us recite this with me a few times, the special dhikr of Jum'ah. And as you recite it, you know, you in your mind, you make whatever dua you want to make to Allah subhanahu wa ta'ala. We pray Allah subhanahu wa ta'ala accept from us, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amin, amin, amin. And last night in our special dhikr majlis, we included the special dhikr of Jum'ah. Today, after we concluded our Jum'ah program,
Until just before this live stream started at 7 p.m., we also had the live stream broadcast of the special dhikr of Jum'ah. And tonight, in our dhikr majlis, which starts at 10 p.m. every night, we would include the special dhikr of Jum'ah for you to benefit from, inshallah. And you can tune into the YouTube channel and let it play in the background, the special dhikr in your home, that blessings can come in your homes, inshallah. Also, I want to mention, remind you of the different project, some action items or action plan that you should do, inshallah. The Seerah quiz. We want to remind you to email the answers to your Seerah question, the questions of the quiz. Email it to the email address, sheikhfaisal@gmail.com, inshallah. We want to thank Siti Nadira, from Trinidad, and Siti Hawa Vivian from California for sending in their answers. Question number 18 was, who is the fourth person to accept Islam, and say something about this person? So that's the question, number 18. And question number 19, who is the fifth person to accept Islam and say something about this person? Alhamdulillah. It's good to respond to the Seerah questions by emailing your answer. And do not type your answer in the chat. You send it by email, inshallah, to sheikhfaisal@gmail.com, that you can increase your blessings, inshallah. So we have question number 19 today. Then the gratitude project, which is called Attitude of Gratitude, that you should have. And you get a nice notebook. I hope you all did. If you haven't, then maybe tomorrow try to get a nice notebook from Staples or any office supply store. Beautiful hardcover notebook. And every day you type in one point, or write in your notebook one point that you're grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for. Today I request you to type in the chat one point that you're grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for. You know, whatever it is, there were many suggestions from many others that typed in the points that they're grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for. So you can include your point today in the chat and record it in your notebook, your day journal notebook. We have the dhikr project, which is twofold. One, firstly, to establish the home zawiya in your home, and secondly, to start a dhikr halqa. The dhikr halqa is just to be part of this daily broadcast from 7 p.m. We recite Quran, Fatih and Yasin. So I request you to have your copy of Fatih and Yasin. You can recite with it, or we have it on the screen. You can look at the screen and recite audibly, because then this will help you to know it more and more, to be reciting accurately, to learn the rules of tajweed, how to recite the Quran with tajweed. So you can do this more and more. And the dhikr, recite the dhikr with us as we're doing it, inshallah. And then you can start inviting others. You select two families, relatives or friends, invite them one day to join you at home for the live stream at 7 p.m. Then another day, another family. So once per week, you invite someone, and you can spread it over the week. So people are coming to your home and reciting the dhikr, and your blessings are increased. The walls of your home, the ground in your home, all of that would be a witness for you on the day of judgment. Be a witness for you on the day of judgment that you should be mindful of. So that's the dhikr project. Now, you mentioned to perform salat duha every day. This is a special salah, the sunnah of the Prophet ﷺ, to do in the mid-morning time. You can start with two rakat, but try to do it every day, sustain that practice. It has great blessings. The Prophet mentioned many things in the hadith about this, inshallah. And then to recite surat ad-duha, wa-duha wa-layli dha-saja, at least once a day. In the same time, mid-morning time, that's good to recite it, or any other time you can do it. Or in your salah, you can be reciting it. Surat wa-duha wa-layli dha-saja. It has great blessings, and we mentioned many of the
spiritual secrets, the khawas of Surat Ad-Duha, and then the Dawah project to invite people to join the live stream, inshallah, either in your home or in their home, that you can keep doing this to increase your blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. I also want to mention something about the dhikr that we recite just before I start my lecture. When we finish the agenda of dhikr and make dua, then we recited the other dhikr. This is called a dhikr al-jami'ah, the comprehensive dhikr. There are certain comprehensive formulas in Islam. For example, there's the comprehensive dua. It's good if you can make a note of this in your notebook, write it down. So when we ask the quiz question later on, you would be able to answer it, inshallah. The comprehensive dua is the dua that you all know, you are familiar with, inshallah. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. The special dua. Comprehensive dua, a dua al-jami'a, meaning that the benefits of all other dua is contained in this dua. And this is why you always want, every time making dua, to repeat this comprehensive dua. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. You do that all the time. The Prophet ﷺ established the sunnah of tawaf, that what we should recite. And from the Rukn al-Yamani, the Yemeni corner, to Hajj al-Aswad. And the Rukn al-Yamani is the corner before Hajj al-Aswad. In that part of the tawaf that you're doing around the Kaaba, this is the dua that the Prophet ﷺ taught us to recite. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. And so those of you who you've gone for Umrah, for Hajj, you did Tawaf, you notice that that's what people are reciting, everyone, from the Yemeni corner to Hajj al-Aswad, on that side of the Kaaba, because the Prophet selected this dua as the dua of choice, the dua of jami'ah. Now, the dhikr that we recite is called a dhikr al-jami'ah. What it means is that the benefits, the blessings, the virtues of all other dhikrs contained in this one. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Like that. Recite it in that same way. Because Sayyidina Al-Imam Idris radiallahu anhu, the great-grandson of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the grandson of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the founder of the city of Fars in Morocco, he received this from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam did it with the talqeen, how we reciting it. Teach him to do it until this is a dhikr al-jami'ah. And Sayyidina Idris is a great imam, founder of Morocco, that city that's so blessed. It's called Madinatul Awliya, the city of the Awliya. Has great blessings, great virtues, great people are there. He is the one who received this blessing from the Prophet ﷺ, conveyed it to us. And he received special gifts from Prophet, Dhikr al-Jami'ah, Salawat al-Jami'ah, Tahlil al-Jami'ah, and so on. The comprehensive formulas, that's good for you to know, inshallah. So the dhikr jamis, and that's why we recite it every day. I want to memorize it and learn how to recite it in the same way that we are reciting it, so you can benefit from this, inshallah. Today also for our seerah, we mentioned the beginning of the persecution of the Prophet ﷺ and the Muslims. And during this period of time too, the Quraysh are opposing the Prophet, opposing the Muslims, but the Prophet is very determined. He's not going anywhere. He continued to preach Islam to the people, and people are accepting Islam little by little. Little by little. People are coming to Dar al-Arkam and taking Shahada and so on. We talked with Dar al-Arkam yesterday. And then at one point in time, they came to Sayyidina Abu Talib, the uncle of the Prophet, the father of Sayyidina Ali, Imam Ali, Sayyidina Abu Talib. And they told him, he had not accepted Islam at that time, but he was the chief of Quraysh, the senior leader of the Quraysh, and he had given protection to the Prophet ﷺ. He had given protection, so the Quraysh, that means he is protecting the Prophet, the Quraysh cannot go beyond certain limits in opposing the Prophet ﷺ.
And they told Sayyidina Abu Talib that, you know, they're very upset, angry, disturbed at what his nephew is doing. Remember, the Prophet ﷺ is the nephew of Abu Talib, Sayyidina Abu Talib, and the father of the Prophet ﷺ, Sayyidina Abdullah, they're full brothers from the same mother, Sayyidina Abu Talib and Sayyidina Abdullah. And then after the Prophet's grandfather, Abdul Muttalib, passed away, Sayyidina Abu Talib took care of the Prophet ﷺ. So he's like a father. And his wife, who was also, her name is also Fatima, she is like the mother of the Prophet ﷺ. And the Prophet loved them tremendously. So they came to Abdullah and they threatened him. They said that you have to stop him. If not, we'll declare war against both of you. This matter would end up in war between us. There's leaders of Quraysh talking to Abu Talib. And then Sayyidina Abu Talib sent for the Prophet and he told him what transpired. And the Prophet was so determined. He said, "Oh my uncle, by Allah, if they were to place the sun in my right hand and the moon in my left hand and ask me to abandon this course of Islam, I would not turn away from it until God makes it, Allah subhanahu wa ta'ala makes it victorious, or I perish doing so." So that's the determination of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, and then as he was leaving, you know, he thought that Sayyidina Abu Talib would forsake him and so on. But then Abu Talib told him, "Go where you please and say what you will. By Allah, I will never give you or deliver you to the enemies." And Imam Ibn Hisham in his seerah mentioned this incident, that Sayyidina Abu Talib continued to support the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So and the good thing or important thing is that as long as Sayyidina Abu Talib is supporting the Prophet ﷺ, the Quraysh could not go beyond certain reasonable limits in opposing the Prophet ﷺ, because then Sayyidina Abu Talib would seek revenge from them. When Sayyidina Abu Talib died later on, it's called Amul Huzn, the year of grief and sorrow, we talked about that. Then oppression of the Quraysh, the opposition of Quraysh, increased, it intensified tremendously against the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But the Prophet never gave up. Subhanallah, he remained firm in faith to Allah subhanahu wa ta'ala. So I want you to be mindful about that, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for so doing. And we also want to mention request for dua. The sponsor for today's program, Sister Nisha Rahoman, and she requests dua for her deceased husband, Brother Hamid Rahoman, who's my cousin, Brother Hamid Rahoman, who passed away. Today will be his birthday. So we make special dua for Brother Hamid Rahoman, and his body passed away. You know, he used to be here at the masjid all the time, you know, and very good, pious person. He passed away, and we did his janazah and so on a few years ago. Today would have been his birthday. So his wife, Sister Nisha Rahoman, is sponsoring the dinner program today on behalf of her late husband. I make special dua for him. And we thank Sister Nisha Rahoman for all her financial support of the Islamic Forum. May Allah subhanahu wa ta'ala bless her. Siti Faisal Tahir requested dua. Sister Siti Hafiz Hamid Ali requested dua. Also, Sister Julie Ali from Caroline in Trinidad and Tobago requests dua for her husband David Ali, Brother David Ali, who passed away. And also for her daughter, Aliyah, who is writing exam on the 20th of August. That's a good day. Blessed, you make dua for success in exam. That 20th of August, that's also my birthday. This year it will be the 4th of Muharram, 20th of August, an easy day to remember, inshallah. So you make special dua for Aliyah that she's successful in her exam, as her mom, Sister Julie Ali, requested. So Sister Julie, do keep looking at the program every day. And if you can tell others, whether in Carolina or other places in Trinidad, friends, Muslim friends that you know, family, relatives, and so on, to look at the program every day, inshallah. There are several other requests for dua, which we would make all of that after the break for Maghrib. So now we would take a break for Maghrib. We would perform Salatul Maghrib
We'll call the adhan first and then perform Salat al-Maghrib. And then after you finish Salat al-Maghrib, we'll return and the other request for dua, we'll do inshallah, a special dua for all those who sign in to the chat. Inshallah, we would make special for all of them and for all of you, inshallah. And for all our donors. We mentioned Sister Nisha Rohoman, also Sister Rimsha Ahmed. We make special for her and her family from Brampton. Sister Ruby Khan from Houston, Texas, special dua for them as well, inshallah, and several others who made requests or responded to our Jummah appeal and donated today and yesterday, inshallah. We want to make this special appeal to you for the Jummah appeal. This is the last time for the Jummah appeal for today, because after today, Jummah is no longer here with us. So a special appeal to each one of you to make a donation to Islamic Forum for the Jummah appeal. That Allah subhanahu wa ta'ala bless you, inshallah. So while we're praying Salatul Maghrib, having a prayer for Maghrib, perhaps that's a good time to go to the website, islamicforumonline.com, to make your generous donation, Jummah donation, to the Islamic Forum today. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless each and every one of you. And now, adhan for Maghrib. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول دائما وأبدا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية والرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Once again, welcome to our program, inshallah. I want to remind you of the action items that you should try to do. Firstly, the seer quiz. Please answer the question today. Quiz question number 19, who is the fifth person to accept Islam, and say something about this person. So you can email your answer to the email address sheikhfaisal@gmail.com, inshallah. And you can also include previous answers or previous questions as well. The gratitude project, attitude of gratitude, write down one thing you're grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for every day. Put that in your notebook, and every day you type it in the chat, inshallah. The dhikr project, establish the home zawiya in your home, and then to follow the dhikr that we're doing every day in our broadcast, which starts at 7 p.m. Toronto time or Eastern time, inshallah. And then invite your family members, relatives, friends to join with you to look at the program, to recite the Quran and the dhikr and dua, and listen to the dars every day, inshallah. So that's your dhikr halakha. Very easy for you to conduct, inshallah, because basically just you're looking at a broadcast and reciting along with our recitation, inshallah. Remember to perform salat al-duha in mid-morning, start with 2 rakat, and then you can increase that as you are able to sustain 2 rakat, then you increase it to 4 rakat, up to maximum of 12 rakat. And recite Surah Duha, start once every day, and increase that if you're able to sustain it and maintain it, inshallah. And then the Dawah project, to invite people to look at the broadcast every day, the 7 p.m. broadcast, inshallah. Remember, we have the nightly broadcast for the Dhikr Majlis, which starts at 10 p.m. Toronto time, that you can listen to those things, inshallah. This weekend, tomorrow, it's 4th of July, so it's Independence Day in America. I want to extend special greetings to all our brothers and sisters from America. Whichever city you're in, we make dua Allah subhanahu wa ta'ala bless you on this occasion, inshallah. And then this weekend, I'll be speaking at a conference in India. It's hosted by the Niazi Foundation in India, based in Aligarh, a very famous city, and their Zawiya, their Khanka, is in Bareilly Sharif. And it would be on Sunday morning at 11 a.m. on our YouTube channel, the same YouTube channel, Sunday morning. So it will be live stream broadcast. And please subscribe to the YouTube channel so you will get notification once the program is starting, so you can listen to the lecture that I'll be delivering. And it's a large conference, it's a global audience, people from all over the world that will be part of that important conference. I'll be delivering the keynote address for the conference, inshallah. I want to thank all our donors, inshallah, today, yesterday, and before as well. Sister Rimsha Ahmed and family from Brampton, we thank them for their generous donation to Islam Forum. Sister Ruby Khan from Houston, Texas, we thank her for a generous donation to Islam Forum. Sister Nisha Rahoman, her donation, and also sponsoring today's dinner program. Sidi Imran Durrani and family. Sister Khatul bin Zamanuddin from Seattle, Washington, thank you. And Sidi Hawa Vivian from Los Angeles, California. We also want to thank Sister Vanessa and Rafiq Muhammad for the donation to Islamic Forum, and Brother Mumtaz Sharif Chowdhury from Richmond Hill. We thank you for your donation to the Islamic Forum, inshallah. 11 a.m. on our YouTube channel. Let's make dua with that niyyah that Allah subhanahu wa ta'ala accept all the dua for all of you. And special dua for all of you who signed into the chat. May Allah subhanahu wa ta'ala increase you in his special blessings. Let's recite Fatiha. Rabbana taqabbal minna. Rabbana bisiril Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim walad ضالين.
Ameen, Ameen, Ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala bless each and every one of you. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His special mercies and forgiveness upon each and every one of you. Until we meet again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.